عشرة قروش القلعة المميزة، هنشرح كل الإصدارات 1984 في البلد. ممكن إن أنت تعرض العملة بتاعتك كويس على الحاجات دي. نشوف مواصفات العملة. أولا 1984، التركيب نحاس ونيكل، الوزن 4.5 جرام، القطر 2.5 جرام، السمك 1.35 جرام، السعر حوالي 32 سنت، يعني حوالي 10 جنيه، توصل ممكن 15 جنيه يعني إذا وصلت، بس هي ما توصلش. الإصدار الثاني طبعا اللي هو 10 قروش 1992، السنة طبعا 1992، تركيب نحاس أصفر، الوزن 4.8 جرام، القطر 2.3 ملي، السمك 1.75 ملي. المعدل بتاع البيع برضو 33، يعني من 10 جنيه ل 15 جنيه بالكتير قوي، ما تزيدش حتى عن 10 جنيه يعني، أو 5 جنيه كمان. في ال10 قروش اللي هي 2008 ديت طبعا برضو ممكن تكون مميزة شوية، دي آخر شيء طبعا اتأصدر اللي هي 2008 10 قروش القلعة. تركيب نيكل مطلي الفولاذ، الوزن 3.2 جرام، القطر 1.9 ملي، السمك 1.1 ملي. معدل للبيع حوالي من 10 ل 15 جنيه بالكتير قوي. في بقى واحدة نادرة جدا جدا جدا، 10 قروش القلعة 1991، لو هي مع أي حد، لو وجدت يعني تساوي الآلاف، لأنها سقط بالخطأ وغير موجودة تماما. في بقى اماكن ومواقع واسواق وجروبات لبيع العملات والانتيكات. وقف الفيديو وشوف انت اللي انت عايزه ايه. ممكن تعرض على السوق المفتوح، ممكن تعرض على بابا، سوق اوليكس، امازون، في القاهره سوق ديانا. ممكن تروح السوق ده، موجود كل يوم سبت الساعه 10 صبح حتى 5 مساء. وفي في الاسكندريه كافيه صيام محطه مصر، كل يوم 4 من 10 صباحا حتى 5 مساء. ولو انت مش من الاماكن دي، ممكن تشحن عن طرق شركات الشحن. وفي لينكات برضو مهمة جدا، ممكن تبيع بيع مباشر وبالمزادات موجودة هي. توقف الفيديو شوف.